محمد احنا راه مباشرة من مقبرة ديال التيماء صلينا صلاة الجنازة على الأختين شيماء وبالوك شيماء وبالوك آسيا والسي إبراهيم بالوك ديالنا اللي معنا في الجمعية كان ندور التعازي ديالنا مدينة التليمة وهذا الشيء واحد الفاجعة اللي ما تصورناش وقع حنا حد الآن مازال ما كنقولوا راه الإنسان كاع مازال ما ماتوا هادو كيبانوا لنا راه البحث كانوا اليوم هما توفوا وهاد الإشاعات اللي كاينين يقول لنا الغاز ولا سميتو راه حتى حاجة أخبار صحيحة مازال ما كايناش وراه حنا دخلنا صلنا صلاة المغرب وكنشكروا شوف تي في على الحضور ديالها واش بنقول لك والله هادشي ما كيتصورش الخميس راه قالوا الانسان كاين راه واحد جوج بنات راه توفوا حنا تصدمنا واحد الصدمه كبيره بزاف ما باش نقول لك كلشي تصدم راه لحد الان راه مازال ما كتصوروا ماتوا هاد البنات واحد البنت تبارك الله عليها راه جات المستوى المدير ديالها ديال اتصل بيا قال لي هاد البنت راه جابت 18 كيفاش دير 3 متر راه الموت راه ما حنا براسنا والبنت خرج جابت 17 وماشي انسانات كيقراو تبارك الله وماشي ما ديال الله وما ما عادش نقول لك انسان تبارك الله عليهم وراه كلشي انتم كتشوفوا راه الجنازه مهيبه الجنازه تبارك الله راه ما نقول لك راه شي كثير هو راه معنا في الجمعيه وكنديروا التعازي ديالنا وكنقول له الصبر الصبر العائله ديالو اللي جات من اشتو كيتباها وجا من قنتارودان ومن انزي ومن اكادير دار الحشود كثيره واش اش نقول لكم كنشكر شوف تي في على هذا البادير اللي كدير وكتجي كتطلع على هاد الناس هادو وكنقولوا للناس باش يعاودوا يحضروا الاحتياط ديالهم. هاد الفاجعه اللي وقعت لهاد الوليات الصغيرات يعني اثرت فينا بزاف واثرت في الساكنه يعني نعزوا الاهل ديالها نعزوا الناس اللي العائله ديالها ونقول لهم انا لله وانا اليه راجعون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يرحم جميع موتى هذه المقبره. والحمد لله راه المصيبه يعني تهون اللي كانوا الناس متحدين الحمد لله على الشيء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى كنصبروا يعني عطانا الله سبحانه وتعالى الصبر لا بد نصبروا ونحتسبوا الاجر عند الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا. يعني بالنسبه للوفاه ديالهم يعني ذكرونا الناس بان يعني البنات يعني ماتوا بالغاز ولا داكشي ديال الجمر هادشي باش اللي ذكرونا الناس وهذا الشيء يعني الانسان خاصو ياخذ الحيطه والحذر من هذا الشيء ديال الغاز